قبل أن أختم كلمتي، وأثير التساؤل التالي: هل سوف يستمر المجتمع الدولي في الإدانة والتنديد بأكبر مأساة إنسانية في هذا القرن ونكتفي بذلك؟ أظن أن هذه سياسة سلبية غير مقبولة، فالمطلوب الآن هو حث الحكومات على الإقدام على توجه جماعي لمجلس الأمن جماعي من جميع الدول، والمطالبة بإصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار حتى يتوقف القتال والتدمير وشلال الدم في سوريا. طالما هناك قتال سوف يكون هناك دمار، وسوف يكون هناك نزيف وشلال من الدماء. على المجتمع الدولي أن يتحرك فورا، لابد أن تنتهي هذه المأساة، لأن استمرارها معناه تقويض النظام الدولي المعاصر. عام 1945 عقد عقد دولي بين جميع الدول عند إنشاء الأمم المتحدة بأن يقوم مجلس الأمن نيابة على المجتمع الدولي بحماية السلم والأمن والقضاء على جميع صور العدوان. وأظن ما نراه في سوريا الآن غير مقبول إطلاقا، ولابد من أن نعمل جميعا، حكومات، شعوب، منظمات إقليمية، منظمات دولية، مجتمع مدني، الجميع يجب أن يركزوا الآن على وقف القتال في سوريا. مع خالص تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله. كل الشكر والتقدير لمعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية لدعمه الدائم لقضايا المرأة العربية. والآن مع كلمة الشيخة حصة التاني المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية، فلتتفضل معي. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، ممثلي المنظمات الإنسانية والخيرية الدولية والإقليمية والمحلية أو الوطنية، السلام عليكم جميعا وصباح الخير. من المؤسف أن نجتمع لمناقشة سبل توفير الحماية لمئات الآلاف من لاجئي الحروب العزل في ذات الأماكن التي هربوا إليها طلبا للحماية، ومن المؤسف أن نقوم بذلك بينما يواجه الآلاف من السوريين مزيد من الدمار والقتل وازدياد أعداد الجرحى وذوي الإعاقة في حلب. بينما تستعر الصراعات في أرجاء العالم، وعلى الرغم أن الحروب والنزاعات المسلحة محتدمة في منطقتنا منذ عقود، فإنه ووفقا للتقارير فإن حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب في سوريا لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، والفئات الأكثر ضعفا هم الأطفال والنساء نظرا لأنهن عرضة لإذاءات متعددة. هل النساء حقا الفئة الأكثر ضعفا في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة؟ وفقا لدراسة للصليب الأحمر الدولي أقتبس، تظهر النساء اللاتي يتأثرن بالنزاعات في جميع أنحاء العالم أنهن بمقدورهن ليس التحلي بشجاعة وقوة كبيرتين فحسب، وإنما أيضا استخدام براعتهن وقدراتهن على مواجهة الصعوبات إلى أقصى الحدود. وتثبت النساء ذلك في تأدية مهامهن اليومية بصفتهن عائلات ومصدر دخل للأسرة ومسؤولات عن تقديم الرعاية داخل الأسرة، فضلا عن مشاركة النشطة في حياة مجتمعاتهن المحلية. يمكنني أن أشهد شخصيا من لقاءاتي الخاصة بنساء من اللاجئات، للأسف يمنيات وسوريات وعراقيات وصوماليات في مخيمات ومجتمعات الدول المختلفة، بأن النساء حقا هم من يأخذن بزمام الأمور، إنهن حاميات الأطفال والعائلات ومعيلات قادرات، ويقدمن الرعاية للرجال ويحافظن على العائلة والثقافة. ولا يعني هذا أنهن لسنا مستضعفات في الوقت ذاته، بل يتعرضن لمخاطر جسيمة بسبب وضعهن لاجئات ولكونهن نساء. إن الأزمة السورية وفقا للأمم المتحدة هي أسوأ كارثة إنسانية في تاريخنا المعاصر. هناك ما يزيد على 7.5 مليون نازح داخلي، بينما هناك ما يزيد على 4 ملايين لاجئ في الدول المضيفة لهم. لا يوجد شك بأن الكارثة الإنسانية ضخمة وتشكل تحديا للمنظمات الإنسانية،
إغاثية كانت أو تنموية أو الاثنان معا، بقدر ما تشكل من عبء على الدول المضيفة للاجئين. إن توفير الاحتياجات الأساسية من طعام وماء صالح للاستخدام وصرف صحي ومأوى وخدمات طبية ودعم نفسي واجتماعي لكل اللاجئين يتطلب جهود تنسيق بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية والخيرية بكل مستوياتها دولية وأممية أو إقليمية أو وطنية، والمانحين أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة. بقدر يقدر أيضا أن أكثر من 75% من اللاجئين السوريين هم من النساء والأطفال، وما يزيد على 800,000 هم من نساء وفتيات في سن الإنجاب. زادت هذه الإحصائيات من الوعي لضرورة معالجة قضايا الصحة والصحة الإنجابية للنساء والفتيات. أظهر تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان بأن الافتقار للتمويل الخاص للعناية بصحة النساء في الدول المضيفة لهن يتسبب بالخطر على حياة النساء الحوامل وأجنتهن أو أطفالهن حديثي الولادة. إن الخدمات الصحية لما قبل الولادة ولحديثي الولادة حاجة أساسية، ولكنها بالغة الأهمية في الظروف التي تعيشها النساء السوريات في المخيمات. إن العناية الصحية الملائمة والمناسبة للنساء ضرورية لحمايتهن والتقليل من المخاطر التي يتعرضن. لاحظنا بعض التحسن في هذا النطاق نتيجة لتوفر التمويل الكافي وتدخل مختصي العناية الصحية. فقد بدأت المنظمات التي تقدم الخدمات الصحية للاجئين في لبنان والأردن بتوظيف القابلات بالإضافة إلى الأخصائيات الاجتماعيات لرفع وعي النساء وتوفير احتياجاتهن الصحية. كما أنه في لبنان توجد طبيبات صحة نسائية يقمن بتدريب النساء السوريات في المخيمات لتعليم وإرشاد النساء حول قضايا الصحة الإنجابية الأساسية. ولكن يبقى اللاجئين وتبقى النساء والفتيات والأطفال فئة مستضعفة وعرضة لمخاطر ظاهرة وخفية مبطنة، والتي تشكل صعوبة أكبر في التعامل معها، بدءا بالعنف الجنسي المبني على الجنس إلى العنف المنزلي والحرمان من التعليم إلى عمالة الأطفال والاستغلال الجنسي إلى الزواج المبكر المؤدي إلى حالات الحمل التي تهدد حياتهن. هناك كم من الأعراف والتقاليد الثقافية والدينية والاجتماعية وأحيانا إشكالات سياسية يتوجب علينا خوضها بحذر للوصول إلى بر السلامة والحماية. تم الكشف عن قضية بلغت أقصى حدود الاستغلال الجنسي للأسف منذ أسابيع قليلة في لبنان، حيث وجد أن عصابات الإتجار بالبشر يحتجزون 75 امرأة سورية لأغراض الرق الجنسي، بعضهن يصل إلى 5 سنوات. ولكن هذه القضية تعد وكما تعد أقصى حدود القضايا الإجرامية تعاقب عليها قوانين الدولة. خلال السنوات القليلة الماضية وكما ذكرت كان لي شرف اللقاء بهؤلاء اللاجئات، والتقيت بعائلات كثيرة فيها كل الفئات ولكن معظمهن نساء، ووجد أن النساء هم نساء مسؤولات عن أطفال، نساء مسؤولات عن عائلات ممتدة، فتيات صغيرات مسؤولات عن أخوة أصغر من سنا، وفتيات صغيرات ليس بمقدورهن أن يكن أطفالا، هن أمهات لديهن أطفال في نفس الوقت، في حين أنهن أنفسهن ليس أكثر من أطفال. أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة، تواجه الدول المضيفة تحديا عظيما. أولها موارد تمويلها قد أجهدت وبنيتها التحتية لا يمكنها تحمل المزيد، وقطاعات الخدمات والصحة والتعليم مثقلة، تلك صعوبات بديهية وتكاليفها باهظة وأصبحت أكبر من تحمل الدول المضيفة، ولكن النساء والفتيات يدفعن الثمن الأكبر. عندما يتكون البيت العائلي من 25 إلى 30 فرد، الكثير منهم أقرباء بعيدين، فإن النساء والفتيات يقعن ضحية التحرش الجنسي. عندما لا تتمكن الفتيات من الذهاب لمدارسهن بأمان بسبب التحرشات الجنسية، فإنهن يحرمن من التعليم. عندما تثقل الأعباء المادية كاهل العائلة، تتحول الفتيات إلى سلع يتاجر بها. عندما تصل ضغوط إعالة وتوفير الحياة للعائلة لحد لا يحتمل، فإن الرجال يوجهون إحباطهم نحو نساء
العائلة. وسئلت فتيات ومراهقات صغيرات أما تزوجن كن قد تزوجن أو مقبلات على الزواج، فالواحد يعني واحدة منهم قالت أنها تتمنى إكمال تعليمها بدل الزواج، وهؤلاء الفتيات كانت أعمارهم لا تتجاوز 14، وبعضهن للأسف بين قوسين تم بيعهن لأزواجهن ليس بهدف الكسب ولكن من أجل المساعدة في توفير احتياجات الأسرة، وفي حالات أخرى يتم ذلك من أجل الحماية أو السترة. والاعتقاد السائد للأسف بأن نضوج الفتاة الجنسي سوف يقودها للانحراف أو سيجذب اهتمام الذكور وبذلك يؤدي إلى تصرفات آثمة. كل تلك أمثلة يعني أحاول أعطي بعض الأمثلة التي تتعرض لها الفتيات حتى في داخل المخيمات التي يفترض أنها أماكن الحماية بالنسبة لهم. وأقرت فتيات كثيرات أنهم يقبلن على الزواج لأنه يوفر لهم قدر من الحرية غير متوفر. تلك الفتيات اليافعات تعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي ضمن مجتمعاتهن في المخيمات وفي المجتمع الخارجي. وفي كثير من الفتيات داخل المخيمات هن أنفسهن من تخافن من الخروج حتى لاستخدام الحمامات لأن حمامات مشتركة في بعض المخيمات. لا شك بأن حالة النزوح واللجوء بالإضافة إلى انعدام التعليم ساهمت في ارتفاع حالات الزواج المبكر، ولكن الأهالي تنظر إلى تلك الطريقة على أنها طريقة تأمين لمستقبل بناتهن. والفتيات اللاتي تزوجنا يواجهنا صعوبات كثيرة في التعامل مع مسؤوليات الزواج وأخطار الولادة وأخطار ما تتعرض له عن عدم معرفتها أو وعيها بالصحة الإنجابية. التعليم عامل أساسي في حماية وتمكين النساء والأطفال، وذلك ليس إيمان شخصي بل هو ما تدعمه الأدلة العملية والعلمية في كافة أرجاء العالم. فالتعليم هو الركن الأساسي لأي خطة تنموية. وبالرغم من أهمية التعليم إلا أن هناك عديد كثير من العوائق التي تمنع الفتيات من الحصول على التعليم في المخيمات وفي كثير من الدول التي موجودة بها اللاجئات أو النساء من اللاجئات. فمثلا في لبنان هناك كثير من الفرص التي توفرها الوزارة للتعليم للأطفال لأطفال اللاجئين، ولكن غالبية الطلاب من الإناث المسجلات في المدارس أصغر من سن 10 بسبب التفاوت في المناهج التعليمية السورية واللبنانية أو حاجز اللغة اللي هي اللغة الإنجليزية طبعا اللي غير متعود عليها الطفل السوري. كذلك واحد من الأسباب الذي تبين لنا هو سبب عدم التحاق الفتيات بالذات للمدارس أن المدارس مختلطة وتلك مسألة ثقافية. بالنسبة لي اللي يمكن أحد الأشكال التي اتضحت لنا من مسألة عدم الحماية أو ضعف سبل الحماية في المخيمات إن كثير أو بعض النساء على الأقل يتعرضن للضرب من قبل أزواجهن، والزوجة هي من تبرر للزوج هذا الضرب على اعتبار أنها أحد سبل التنفيس عن ما يعانيه من ضغوط نفسية واجتماعية. أسفة في كان أمثلة كثيرة ميدانية كنت أحب أتطرق لها ولكن جاني إنذار الآن إنذار أصفر. أعتقد أني خذت كثير من الوقت ولكن سوف أحاول أن أنهي بطرح اقتراحين. أولا أحب أني أنا أضم صوتي لما قدمته السفيرة مربة التلاوي وما قدم معالي الأمين العام من توصيات، ويعني أضم صوتي لهم وأكد عليهم وأتمنى فعلا أن نعمل عليهم. وأحاول أن أقدم هذه الاقتراحات بناء لأولا هناك وعي لدى المنظمات الإنسانية والخيرية حول الاحتياجات الطبية الخاصة بالنساء وانتشار ظاهرة العنف المبني على الجنس والزيادة في حالات الزواج المبكر. لذلك أقترح أن يتم تخصيص نسبة مناسبة من التمويل الخاص بالعناية الطبية لغاية الخدمات الخاصة بصحة النساء، وأن وجدت أرجو تخصيص المزيد من التمويل لها. كما يجب أن تشمل البرامج التعليمية ورفع الوعي الموجهة نحو العنف المبني على الجنس ومخاطر الزواج المبكر.
فبواقع الأمر لا يمكن إنهاء عادة الزواج المبكر، ولكن من الضروري الوصول إلى هؤلاء الفتيات صغيرات السن ومراقبة صحتهن وظروف معيشتهن. هي مهمة ضخمة وكبيرة، ولكن هنا أنا أثق بأنه يمكن تدريب الاستعانة بنساء أكبر سنا وأكثر نضج وتدريبهن ضمن مجتمعات اللاجئين للمساعدة في تقديم النصح والدعم لهؤلاء المراهقات والإبلاغ حول المخاطر المحتملة. ثالثا أود أن تلقي وسائل الإعلام الضوء على ظاهرة العنف المبني على الجنس وزواج المراهقات، وليس عبر تقارير تتسم بالإثارة، وإنما بدورها كوسيلة تعليمية وتثقيفية لرفع الوعي. أقترح أيضا العمل جميعا، أقصد كل الأطراف المعنية ومنها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، العمل على وضع آليات موحدة قدر الإمكان للحماية داخل المخيمات، الحث على وإعداد دراسات وإجراء أبحاث ميدانية أكثر بهدف وضع وابتكار أساليب للحماية، حث الدول العربية لدى جامعة الدول العربية لتحويل مشروع الاتفاقية العربية للجوء إلى اتفاقية قانونية فعلية مطبقة. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، ليس باستطاعتنا إيقاف ما يحدث ولا بمقدورنا حماية كل امرأة وطفل، ولكن بإمكاننا المساعدة في الحد من المخاطر وإحداث تغييرات في حياة النساء والأطفال. شكرا لكم جميعا. خالص التحية والتقدير للشيخة حصة الثاني المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية. والآن مع كلمة سعادة السفيرة إليزابيث تان ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر والجامعة العربية. Ladies and gentlemen, please welcome Her Excellency Mrs. Elizabeth Tan. Good morning, Her Excellency Dr. Nabila Arabi, Mrs. Merva Talawi, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'd like to first of all express my sincerest appreciation to Mrs. Talawi, Director of the General of the Arab Women's Organization, for organizing this conference. Under your leadership, the refugee women have become a top priority in the agenda of your organization. I would also like to thank Her Highness Sheikha Hassa Al Thani, whose advocacy for refugees has been remarkable. It's clear to all of us that global displacement is now at a level not seen since the end of the Second World War. Over 16 million people worldwide are displaced by conflict and persecution. The number of people uprooted per day has risen from 14,000 in 2011 to some 51,000 women, men, girls, and boys who have had to flee their homes last year, every day. The Middle East and North Africa region has been the hardest hit. There are many situations of displacements, from the refugee camps in Mauritania to those displaced in Iraq and Yemen. But the most challenging displacement crisis confronting today's world in terms of sheer numbers is the one triggered by the conflict in Syria. As the crisis enters its sixth year, UNHCR has registered almost 4.85 million Syrian refugees. Another 7.6 million are internally displaced, and some 12.2 million people are in need of humanitarian assistance inside Syria. Those same Syrians who just a few years ago generously hosted the second highest number of refugees worldwide, Iraqis, have now themselves become the world's largest refugee population. Working closely with Syria's neighbors, UNHCR coordinates the international community's response to the refugee crisis. In 2016, 170 UN and non-governmental partners have requested $5.9 billion
to assist Syrian refugees and host communities in the five largest refugee hosting countries. Only 10% of those funds have been received so far. As the conflict in Syria drags on, refugees are becoming increasingly vulnerable. Countries in the region, Lebanon, Jordan, Turkey, Iraq, and Egypt, have been extremely generous to refugees, notwithstanding the dramatic consequences for their economies and societies and their real concerns about their own national security. In Lebanon, Syrian refugees account for more than a quarter of the population. The pressure on its overstretched host communities has become unbearable. The situation in Jordan and elsewhere is similar. Public infrastructure, schools, hospitals are stretched and at times overwhelmed. Refugee flows affect not only host governments. It also has an impact on the lives of host communities and families. High unemployment, shrinking salaries, and rising prices leave many ordinary Lebanese, Jordanians, Iraqis, Egyptians struggling to make ends meet. Yet despite these difficulties, time and time again, we witness ordinary people sharing resources with whom they consider less fortunate than themselves. But statistics, maybe, represent a sterile and artificial way of looking at the problem of displacement in the region. When we look at the individual lives of refugee families, we see their real pain. The loss of home, independence, dignity, and most importantly, the real anxiety and fear for their future and their children's future. Conflict and displacement are terrible for anyone, but they pose a special risk to women and children. The Syrian women and children Mrs. Talawi visited last year experienced the violence and brutality of war. They lost loved ones or were wounded themselves. Sometimes, with only a few hours' notice, they had to abandon everything they know, their homes, their communities, their homes, their schools. They've found shelter for now from the fighting across the border, but their lives in exile are full of uncertainty and daily struggles. Many women are separated from their husbands. They have difficulties accessing basic services, and they live in increasing poverty. Refugee women and children are at increased risk of. كذلك حريصة دائما على تعزيز علاقاتها بالأشقاء في القارة الإفريقية. بعد الصراع من أجل التحرر، نحن سعداء بأن مصر وقفت بجانب الدول الإفريقية. ومصر لعبت دورا كبيرا في التطور الاقتصادي لهذه القارة، سواء من خلال إنشاء الصندوق الاقتصادي للتعاون الإفريقي أو الشراكة المصرية وصندوق الشراكة المصرية مع أفريقيا، والذي تم إعلانه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل اجتماع الاتحاد الإفريقي في مالابو في عام 2014 من أجل تقديم الدعم الفني والمساعدة الإنسانية للدول الإفريقية، وكذلك للإسهام في تمويل مشروعات التنمية التي تحتاج إليها الدول الشقيقة. وجهود مصر لن تقتصر فقط على قطاع التنمية، ولكنها سوف تمتد إلى قطاعات أخرى، لأننا نود أن نتعامل مع كل الأمور التي تثير القلق في هذه القارة الإفريقية والتي يتم التحدث عنها في كل المنتديات الدولية وكذلك في مجلس الأمن في الوقت الحالي. إن السياسة الخارجية المصرية هي تعزيز الأمن والسلام في أفريقيا وكذلك تسوية النزاعات الداخلية بين البلاد وداخل البلاد، وهذه القضايا كلها تمثل أهمية كبرى بالنسبة لنا.
ونحن سوف نتعامل مع كل هذه الأمور المرتبطة بالقارة الأفريقية، ومصر سوف تهتم بكل هذه القضايا طالما أنها تعمل في هذا الإطار. ومصر كذلك مرتبطة بدعم وتعزيز كل العلاقات على كافة المستويات مع الدول الشقيقة الأفريقية. And this is a testimony of the interest. وهذا يوضح اهتمام البرلمان المصري بكل الأمور والقضايا في القارة الإفريقية، وكذلك تأكيد على أن مصر تسترد مرة أخرى دورها في القارة الإفريقية. نحن كلنا مدركون السيدات والسادة التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة، فالتنمية المستدامة هي أحد الأمور المهمة للدول الإفريقية، وهذا تحدي لا نستطيع أن نتعامل معه إلا إذا قمنا بتبني منهجية تتجه باتجاه التكامل على المستوى الإقليمي والقاري. أفريقيا هي أرض الوعود والفرص، ونحن مدركون لهذا الواقع، ولذلك مصر على مدار العامين الماضيين قد أطلقت الكثير من الحملات ونفذت الكثير من الأشياء في القارة الإفريقية من أجل التعاون بين الدول الإفريقية بعضها وبعض. ومن بين تلك المشروعات فهناك المنتدى الاقتصادي للاستثمار في أفريقيا الذي عقد في شرم الشيخ، وهناك كذلك المنتدى الاقتصادي الذي عقد في عام 2015 في شرم الشيخ، والذي تحدث عن منطقة تجارة حرة بين كوميسا سادك ونيبال، وهذه خطوة مهمة تحتاج إليها كل الشعوب الإفريقية. اسمحوا لي بأن أكرر مرة أخرى ما تم التأكيد عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ذلك المنتدى، فقد قال أن إنجازات التنمية الاقتصادية التي نسعى جميعا لتحقيقها تتطلب منا تطوير آليات اقتصادية مشتركة وكذلك المزيد من التعاون بين كل الدول الإفريقية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية رئيسية بما في ذلك مشروعات للبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية في أسواقنا حتى نجتذب المزيد من الاستثمارات ونتمكن من الدخول إلى السوق العالمي. المشاركون الزملاء الأعزاء، على الرغم من التحديات التي واجهت تحدي التنمية المستدامة، فإن التنمية المستدامة ضرورية لكل الشعوب والدول الإفريقية، وأنا أؤمن ويمكن أن تتفقوا معي على أن الإرهاب وكذلك انتشار التطرف قد أصبح تهديدا هائلا كذلك يواجه قارتنا. تهديد لا يؤثر فقط على المستويات السياسية والأمن في البلاد، ولكنه كذلك يعيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية لشعوبنا. وهذه التحديات كذلك هي أحد الأولويات بالنسبة لمصر، والتي تتحدث عنها مصر في مجلس الأمن في الأمم المتحدة. الزملاء الأعزاء، أنا واثق من أن البرلمان الإفريقي سوف يتمكن وهو قادر بالفعل على لعب دورا فعالا في إعادة تعزيز التكامل الإقليمي الاقتصادي بما يتفق مع أجندة عام 2063، وهي التي تمثل الخارطة للمستقبل، وأجندة عام 2036 هذه سوف تمثل خارطة الطريق بالنسبة لكل الدول الإفريقية لكي نعمل على مدار 15 عاما القادمة. ونحن كلنا نرى أن هناك دور كبير سوف يلعبه البرلمان الإفريقي في التعامل مع التنمية المستقبل
مستدامة بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب لكي نتغلب على هذا الطاعون الذي ينتشر يوما بعد يوم. شكرا لكم على حسن الاستماع وأتمنى النجاح لكل الاجتماعات وأتمنى المزيد من الرفاه والتنمية للقارة الإفريقية. تحية أفريقيا. سيدة والسادة نقلنا لكم. والنازحين في عدة دول عربية لتنبيه إلى واقعهم. طبعا الخطاب الرسمي انتهى الآن، ولكن أنا حنتهز هاي الفرصة وتأحدث لا كابنة لرئيس جمهورية العراق، ولكن كامرأة، كزوجة، كأم. من هذا المنبر أود أن أناشد جميع السياسيين ورؤساء الأحزاب أن يحلوا مشاكلهم السياسية بطرق سلمية وديمقراطية حتى لا نترك فراغا أمنيا وسياسيا وندع جماعات إرهابية تسيطر على بعض مناطق من بلادنا وتنشر الفكر الإرهابي المتشدد والذي هو ضد البشرية والإنسانية. فكفانا لجوءا نحن كنساء، وكفى أطفالنا أيضا. فأنا على فكرة أنا أيضا كنت لاجئة سابقا، أنا لاجئة سابقا وعانيت من مشاكل اللجوء وتنقلت من بلدان من بلد إلى بلد بسبب الظروف السياسية. فأنا هنا كما أقول أتحدث كلاجئة سابقة، وأتمنى من الأحزاب السياسية والحكومات بدل تعزيز روح الحزبية والعشائرية أو الطائفية أن نركز على روح المواطنة وننشر فكر المواطنة. فمن خلال فكر المواطنة سيتم نشر فكر التسامح وتقبل الآخر، وباعتقادي وأعتقد باعتقاد الجميع هذا هو طريق الخلاص بالنسبة لنا في معظم دول الشرق الأوسط. رجاء ركزوا على المواطنة، حقوق المواطن، واجبات المواطن، بدل أن تركزوا على أهدافكم الضيقة، أهداف سياسية أو حزبية أو طائفية. وشكرا لاستماعكم لي، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للدكتورة شيرين معصوم على كلمتها. والآن نختتم الكلمات الافتتاحية بكلمة السيد محمد الناصري مدير المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة، فليتفضل. لا نستطيع نحن ممن يتركون منازلهم في الصباح ويتوقعون وجودها في نفس المكان عند العودة في المساء أن نفهم ما يمر به اللاجئون كل يوم. قائلة تلك الكلمات هي نعومي شهاب، الشاعرة الأمريكية الفلسطينية. أتذكرها اليوم بينما لا تزال المشاهد الأخيرة من حلب تؤكد حقيقة الصراع الدامي الذي تعيشه المنطقة اليوم، ليس فقط في سوريا وإنما في العراق واليمن وليبيا والجرح الدائم فلسطين. أتذكر تلك المشاهد وأتوقع ما يقوله البعض عن الحديث عن المرأة باعتباره أمرا ثانويا على هامش الصراع، فلا يعلو صوت على صوت الدماء في الحديث عن الحرب. ولكننا هنا اليوم لنؤكد للجميع أن السلام يبدأ من عندهن، والدماء تطالهن ويزيد عليها أبشع صور الانتهاك، إذ تحولت أجساد النساء في بعض مناطق سوريا والعراق لأراضي معركة أخرى قوامها عادة الانتهاك
وعمادها اليوم صراع أفكار يأبى إلا أن يستهدف النساء أولا كخطوة أولى لتغيير وجه المجتمع. لا نستطيع من مكاننا هذا أن نتخيل حياة لاجئات فررن ليس فقط من الحرب بل أيضا مما تلقيه الحرب من أعباء على كاهل النساء دون غيرهن، فهن أكثر عرضة للحرمان من التعليم والعمل بل وحرية الحركة، بالإضافة لتدهور الخدمات الصحية الإنجابية الأساسية، وفي اللجوء يجدن أنفسهن مسؤولات عن الإنفاق على أسرهن دون سابق خبرة. في الشهر الماضي قابلت ومعي السيد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة زاد الخير، فتاة سورية في 16 من عمرها بمخيم الزعفران للاجئين بالأردن. أخبرتنا زاد عن فرارها من سوريا مع والديها في ليلة اشتد فيها العنف الذي فرقهم عن أخت زاد وأخويها والذين اضطروا للبقاء في سوريا ليموت أحد الأخوين بعيدا عن والديه. حكت لنا عن أحلام مزقتها الحرب لتجمعها زاد بسني عمرها القصير مرة أخرى وترسم لنفسها مستقبلا برغم كل شيء، وشاركتنا زاد أملها الجديد في أن تستكمل تعليمها لتصبح مترجمة محترفة، مستقبل تتمناه لا يتضمن الزواج في سنها الصغير أو الهجرة في القوارب، فقط تطلب المساعدة لتحقق حلم مشروع لعمل ودراسة ابتدأت في تحقيقه بتعلم الإنجليزية في مراكز هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمخيم. ولكن كم من زاد لا تسعها المراكز ولا تمهلها الظروف أن تمارس حقها المشروع في التخطيط لمستقبلها، كم من زاد أنهى الزواج دراستها، وكم من زاد تعرضت للعنف والانتهاك في المخيمات وخارجها، وكم من زاد لم تتخطى أعتاب الطفولة وجدت نفسها أما لأطفال أو فقدت حياتها في مخاض لم تتأهل له بعد. نقف اليوم أمام حقيقة تزايد نسبة الأسر السورية اللاجئة التي تعولها امرأة في الدول العربية والتي حددتها آخر الإحصائيات بنحو الربع من جميع الأسر السورية بالأردن ولبنان ومصر. نقف أيضا أمام حقيقة تزايد نسبة العنف الأسري وخطر التعرض للتحرش والعنف الجنسي. نقف أمام تلك الحقائق جميعا ونحن على وعي تام بامتداد أثر تلك الظواهر على مستقبل سوريا البعيد ومستقبل المجتمعات المضيفة أيضا، فها هو جيل كامل تشكله تجربة الاغتراب وتتنازعه أفكار الصراعة تارة والتطرف تارة أخرى، فليس من المقبول إذن أن ننتظر أو نقبل للحظة أن نستمع لمن يصف احتياجات النساء بالثانوية، فهن من يربين المستقبل بحكم التركيب الاجتماعية لمجتمعاتنا العربية، وهن حاضنات الأفكار والاتجاهات التي ستشكل مستقبل المنطقة في العقود القادمة، ولا يستقيم سلام بدونهن كما أثبتت التجارب. وبالرغم من ذلك كله لا زال التمويل لقضايا المساواة كهدف رئيسي لا يتعدى 2% من جملة المساعدات التي تتلقاها المجتمعات التي تعاني الصراع وعدم الاستقرار. تركيزنا على قضايا النساء في أماكن الصراع واللجوء هو العدل بعينه، فبقدر التعرض للخطر تكون الحماية، ومن أكثر عرضة للخطر منهن في مثل تلك الظروف، وبقدر الأثر على المستقبل يتحدد حجم الاستثمار، ومن أكثر تأثيرا في مستقبل سوريا ممن يربين الأبناء ويعلن الأسر ويمثلن خط الدفاع الأول ضد التطرف الذي يستهدف جنباتها.
طريقة استجابتنا لأزمة اللجوء الطاحنة التي تداهم العالم أجمع ستحدد ملامح المستقبل كله. إذا أهملنا قضية المساواة في طريقة تقديمنا للمساعدة الإنسانية وفي تصميم برامجنا لدعم اللاجئين واللاجئات وفي دفعنا من أجل السلام، ستكون سوريا القادمة أكثر عرضة للتخبط والتطرف والانقسام. الأمل الوحيد في سوريا مستقرة ذات مستقبل هي في بناء قاعدة شعبية قوامها النساء على وعي لرفض التطرف ولهن قدرة على المساهمة الاقتصادية واتخاذ القرار والتأثير على مجتمعاتهن المحيطة. الأمل في زاد ومن هن مثلها ممن يحملن على عاتقهن بناء حياة جديدة بالرغم من كل شيء ويتمسكن بأوطانهن في القلوب بانتظار العودة. طلبت منا زاد الخير أن ساعدوا سوريا إن استطعتم فأنا أريد العودة، ونطلب نحن اليوم أن نعمل جميعا على أن تعود زاد إلى سوريا امرأة قوية لا تتخلى عن حقها في الحلم تحت أحلك الظروف، ولا تتوانى إرادتها عن السعي مهما اشتدت المعاناة. ولنتمسك بالأمل في قول العظيم جبران: تنبثق أقوى الأرواح من المعاناة وتكتوي بالندوب أعظم الشخصيات. شكرا. بكلمة السيد محمد الناصري نكون قد وصلنا لنهاية فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليوم. ندعو حضراتكم اليوم إلى استراحة قصيرة لتناول الشاي والقهوة، ونعود نستأنف فعاليات المؤتمر والجلسة الأولى بعد ثلث ساعة من الآن.